بالنسبة لي الأمر ليس جديدا، هذا كان متوقع منذ أكثر من سنة تقريبا لاعتبارات عديدة جدا، ليس فقط لأن الكاميرون لن يكون جاهزا خاصة بالصيغة الجديدة للمنافسة اللي صار تشارك فيها 24 منتخب، صارت تختبي وتتطلب 6 ملاعب أيضا باحتضان هذه المنافسة. بغض النظر عن هذا، أنا كنت أعرف كنت فرحت بها من زمان بأنه في عملية انتقام من عيسى حياته أولا، والمغرب لن ينسى حرمانه من تمرير نهائية كأس الأمم الأفريقية 2015. سيناريو كل هذا كان في ولا يزال في صالح المغرب، كان متوقع أن يتم الإعلان اليوم رسميا عن سحب التمرين من الكاميرون وإعطاء مهلة شهر لاستلام الترشيحات، والتي ستكون من المغرب أكيد وربما من جنوب أفريقيا في نهاية